دي كمان لوحة من الخشب المحروق، عبارة عن منظر طبيعي وترعة وجبال. دي محاولة لأظهر ورق الشجر من الخشب المحروق برضو، لكن جذع الشجرة نفسه بالفروع دي، ده عبارة عن قشرة شجر طبيعية. كل دي حاجات مجرد محاولة لاستغلال التأثير، عمل تأثير. أما هنا بقى فمحاولة إن أنا أوصل إن أنا أدي تكسر يحيلي يظهر لي إن دي فعلا مية موجودة. اللوحة دي أنا بعتبرها هي تكنيك جديد لاستخدام عيدان القمح بدون السنابل طبعا، بتركيبة كده عبارة عن طاووس، هنا في الأوراق النباتات ديت والدوائر دي اللي تحت، يعني أهو يعني حاجة كده يعني مية مثلا أو حاجة في الأرضية. أما الطاووس فده بطريقة جديدة معمولة وباستخدام الحدود الملونة اللي شايفينها، الموف دي عبارة عن ورق بيبقى ورق ميتاليك، نوع من القص، من تركيبة القص واللزق مع التفكير شوية عشان أطلع حاجة زين بيها البيت، يعني هي مش للبيع. أما دي بقى فهي محاولة تانية، عبارة عن كلها خشب محروق، تحيات الفازة وزهرة عباد الشمس بتكنيك، وفيها مراية حتة إزازة برضو فيها داخل فيها جزء تلوين على الإزاز. أما اللوحة الأولانية بقى اللي شفناها بالخشب هي نفسها اللي هي دي اللي بالزيت، ودي يعني كانت رسم قديم من أكتر من حوالي 45 سنة، كانت بالزيت بس زايد عن التانية الغزالة مش موجودة هناك، والبطة برضو اللي طايرة مش موجودة هناك، أهي مجرد وسائل للتصرف وتنفيذ فكرة معينة. أرجو إنها تكون عجبتكم.